البداية مع المنشد الشاعر ابن مدين سلا توفيق أبرام، انطلاقة بسرادة، ودائما الموضوع هو قصة اسمي وتسنيد، وكما هو معلوم لديكم هي بناء قصيدة لكن يختلف عن بناء القصائد التي تنقسم إلى ما يسمى في الملحوم بأقسام أي مقاطع. هي قصيدة تأتي دفعة واحدة ومدتها تكون قصيرة، وغالبا ما تسبق أداء القصيدة عند المنشدين. انطلقت. I'm
جميعا